معنا على الهاتف الدكتور كرم سعيد الخبير في الشأن التركي، أحييك دكتور. أهلا وسهلا. إذا نحن أمام إنفاق كبير، كما قلنا إنفاق فقط على السجون يتجاوز بثلاث مرات ما ينفق على التعليم، ماذا يعني ذلك دكتور؟ الحقيقة أن هذا الحدث المرتبط بجملة الإنفاق الرهيبة على السجون يرتبط بالسياسة التركية الممنهجة تجاه التوسع في الاعتقالات العشوائية بعد ما شهدته تركيا من انقلاب في 2016. تم اعتقال أكثر من 100,000 منتمين ومتهمين بالانتماء إلى جماعة فتح الله جولن وحزب العمال الكردستاني وآخرين أجانب متهمين أيضا بالعمل مع مثل هذه الجهات. الحقيقة أن عدد المعتقلين في تركيا الآن يقترب من نحو 235,000 معتقل بعد الزيادة الرهيبة التي شهدتها السجون التركية عشية الانقلاب الفاشل. هذه السياسة تكشف عن خطايا النظام التركي تجاه إدارة البلاد التي تعاني أزمة اقتصادية. إزاء هذه المسألة اضطرت تركيا إلى تخفيف إصدار أحكام تخفيفية عن بعض المتهمين جنائيا والمسجونين تحت جرائم جنائية لإفساح المجال في السجون أمام المعتقلين السياسيين. الحقيقة أن هذه الأزمة تكشف عن سوء إدارة في تركيا، بلد أصبحت تعاني أزمة اقتصادية لا تخطئها عين، ارتفاع حجم الديون الخارجية إلى مستوى قياسي، ارتفاع معدل التضخم، انخفاض في مستوى المعيشة، ويقابل ذلك انفاق ببذخ على السجون سواء في التوسعة فيها أو بناء أخرى لاستقطاب وجذب مزيد من المعتقلين المتهمين بمعارضة النظام السياسي في تركيا. نعم، الغريب دكتور أيضا أن يصدر هذا التقييم من جهة من المفترض أنها تركيا، عندما يتم الانفاق على السجون بخمسة أضعاف ما يتم انفاقه على التعليم، ألا تخشى تركيا حتى أن ذلك يبرر نفسه أمام جميع دول العالم؟ يعني الجهة التي أصدرت هذا الإحصاء وهي جهة رسمية تركية ربما أرادت إيصال رسالة من نوع آخر، وهي أن تركيا تحاول أو تسعى إلى بناء، يعني إن شئنا أن نطلق عليه، معتقلات نموذجية في ظل الاتهامات التي تلاحقها من قبل القوى الغربية والولايات المتحدة الأمريكية بانتهاك حقوق الإنسان والتجاوز في حقوق المعتقلين. هناك قضايا مرفوعة على الدولة التركية في محاكم أوروبية بتهمة انتهاك حقوق معتقلين سواء بالتعذيب أو رفض حضور محامين للدفاع عنهم، وبالتالي هذه الرسالة كان الهدف منها أو يبدو الهدف منها أن تركيا لا تدخر جهد في إقامة معتقلات أو إقامة سجون تراعي ما تتهم به تركيا من مسألة حقوق الإنسان وحقوق المعتقلين. أشكرك جزيل الشكر دكتور كرم سعيد الخبير في الشأن التركي.